لا 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 لا، ما اقدرش اوديك على العنايه المركزه دلوقتي، المنطقه كلها لبش. يعني ايه ابقى في المستشفى مش هشوف سعد الداني؟ وبعدين بقى، طب بص انا هودي الحاجات اللي في ايدي دي وبعد كده ارجع لك نشوف لنا تصريفه، اقل يكون الجو بقى امان شويه. هنشوف اخرتها معاك ايه يا حسون. اتفضل ادهم بيه، خلي بالك من نفسك، ولو حد مسكك احنا ما نعرفش بعض. ما تخافش ما تخافش، ما نسيتش اتفاقنا، انا عمري ما شفتك قبل كده. يا ستي ألفت، يا ستي ألفت، اللي جابك دلوقتي يا أم عطية؟ أنا هنا من بالليل، بس البشوات مش عاوزين يدخلوني، وقالوا إن الحكومة منعة أي حد يدخل يطمن على البيت. معلش، أصل دي إجراءات أمن. طيب طمنيني عليه. ادعيله يا أم عطية. ربنا يشفيه يا رب، حق جاه النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اتفضلي يا ستها. ايه ده يا أم عطية؟ بقى دي الشهرية. شهرية ايه؟ أصل أنا الحمد لله التلت بيكفيني، والتلتين بحشهم في البيت علشان لما أموت أهل البيت يلاقوا حاجة يكفنوني بيها. وبعدين ده مش من عندي، من خير ربنا وخير البيت. كتر خيرك يا عم عطية، خير ربنا كتير، انت بس ادعي له. ما تكسفيش ايدي يا ست هانم، وحياه حسام بيه. حاضر يا عم عطية، حاضر. انسى، صاحبك حواليه قلق جامد قوي، مش هينفع تشوفه النهارده. انا عملت فيها قرد وبرده مفيش فايده، سيبنا ادورها في دماغي كده وبعدين اقولك. شكرا يا حسونة. بقولك ايه، اقلع إيه هدومك دي بقى عشان محدش ياخد باله. سلام. سلام. لو سمحت الحقني، اختي عندها نزيف، حد يدالي حد من الدكاترة. حاضر حاضر. بسرعة ارجوك. الو. ايوه ايوه يا حمدي، في ايه؟ نعم، امتى ده حصل؟ طيب طيب، حتى لو ما كانش طالب مقابلتي شخصيا انا جاي على طول. مع السلامه. تحب اعمل لك شاي؟ لا انا اشرب الشاي وافطر في الوزاره، كملي نومك انت. اي معلومات؟ رافض الكلام قبل ما سيادتك. سنه وعمره ووظيفته بيشتغل ايه يعني؟ هو بتاع 24 سنة. بتاع؟ انا قصدي بالتقريب. هو فين دلوقتي؟ في مكتب اللواء عبد الوهاب. دكتور شكرا. انا اللي مش عارفة اشكرك ازاي على سرعة رد فعلك، والحمد لله ان احنا لحقنا النزيف في اوله. هو بصراحة برضو اللي يستاهل الشكر التمرجي اللي نادى حضرتك بالسرعة دي. تمرجي؟ تمرجي مين ده اللي نادالي؟ الشاب اللي كان لابس يونيفورم التمريض. أنا أول ما خرجت من الأوضة لقيته على طول قلت له إن ده ليه دكتور. أنا اللي جالي شاب فعلا وبلغني بالحالة، بس ده على اعتبار إنه ابن خالتها. ابن خالتها؟ لو في حاجة مش طبيعية أنا ممكن أبلغ الأمن عشان نعرف مين ده ووصل لحد هنا إزاي. لا لا لا، مفيش داعي. عموما أنا في أوضة النبطشية، لو احتجتيني تاني كلميني على 219. حاضر يا دكتور. بس انا شايفه انك تبلغي الامن عشان هم يعملوا اللازم. شكرا يا دكتور. يا ابني انت مش كنت طالب تقابل وزير الداخليه؟ اديني قدامك اهو،
تحب ندردش مع بعض الاول شويه ولا ما تشرب حاجه؟ ممكن سعادتك سيجاره؟ قوي قوي. مصري ولا مستورد؟ اي حاجه سعادتك. يعني قدامها بتاع تلت ساعه كده. حلو قوي، خد الخبر ده خليهم يجمعوه وينزلوه. انت فاكرني رئيس تحرير؟ وبعدين انت متاكد من الخبر ده ولا زي الاوهام اللي كتبتها قبل كده على لسان نصف مذكور؟ اوهام ايه؟ هبقى احكي لك بعدين، يعني نزل الخبر ده على مسؤوليتك؟ طبعا يا فندم. ما انت يا ابني نشفت رقنا. بعد اذن معاليك يا باشا، احنا هناخده نعمل معاه واجب. مش قبل ما نسمع منه الاول. لا، انتوا وعدتوني ان محدش هيمد ايده عليا. حصل، بس للصبر حدود. انت بقالك ساعه على عايز تنطق ولا تتكلم، عامل زي ابو الهول. ايه، شربت ليمون وشاي وقهوه على الريحه؟ ما تنطق بقى وتخلصنا. انا جاي بخصوص حادثه سعد الدالي. من ساعه ما صحوني من النوم وجابوني على ملا وشي وانا عارف الموضوع ده. عندك جديد؟ انا اللي قتلت سعد الدالي. بتبصولي كده ليه؟ نفذت العملية انت ومين؟ هتكتبه؟ طبعا اكتبه. اللي نفذوا العملية هشام ابو ليلى ووليد خطاب ووائل المتولي. انتوا الأربعة بس؟ الموتوسيكلات اللي جهزها للعملية فتوح الحاوي، ده أصلا عنده محل موتوسيكلات جنب ميدان سيدنا الحسين. الحقيقة أنا معجب بيك جداً يا مونس، معجب بيك على تعاونك الكبير معانا ده، وطبعاً أنت هتقول لنا على عناوينهم. طبعاً. ابعتوا وهاتوا في سرد مونس، وجهزوا القوة اللي هتهاجم بقية المجموعة. أنا كنت عايز أسأل سعادتك سؤال. اسأل يا مونس يا ابني، ما تخافش. أنت هتتمتع بحماية شخصية مني لحد محاكمتكم هتتم على خير إن شاء الله. لا سعادتك سيبك من المحاكمة دي، سعادتك فهمتني غلط. أنا سؤالي، هو حضرتك فعلا وزير الداخلية؟ أيوه يا ابني أنا وزير الداخلية. أنت ما بتشوفش صوري في الجرايد ولا إيه؟ طب إزاي بقى سعادتك؟ إزاي تحقيق مهم بالشكل ده ياخد الوقت ده كله؟ وأهم سؤال المفروض إن هو يبقى أول سؤال ما تسألش لحد دلوقتي. جل من لا يسأل يا مؤنس يا ابني. سؤال إيه ده اللي ما سألناهوش؟ اسمك إيه؟ يا راجل، ما انت طبعا هتقول عليه. اذا كان انت قلت على كل اسامي زمايلك يبقى مش هتقول على اسمك، معقول ولا ايه يا مؤنس؟ طبعا هتكتبه. اكتبه. اللي موجود في بطاقتي مؤنس علي الطويل. جميل قوي. في اسم شهره ولا حاجه تحب نضيفه؟ لا لا لا، فاضل اسم الحقيقي، لان اللي مكتوب في اوراقي وفي بطاقتي مزيف. مزيف؟ وبتزور كمان يا مؤنس. الحقيقة أنا معجب جدا بشجاعتك. وليس سعادتك، لما هتعرف أنا مين هتعجب بيا أكتر. اتفضل يا ابني، احنا كلنا سامعينك، ولو إني ما عنديش وقت أقعد معاكوا أكتر من كده. أنا مؤنس سعد عويضة الدالي. فضلت لحد ما بقى عندي 8 سنين وانا فاكر ان انا ابن المرحوم علي الطويل، لحد ما في يوم وبعد نص الليل بشويه تقفلي الباب في وشي بدل ما تترمي في حضني. ولا ما كنتش متصور ان احنا هنتقابل تاني. المنصورة بلد جميلة وهادية بس صغيرة، والغريب فيها بشوية مجهود صغير الواحد يقدر يوصل له، وخصوصا لو كان واحدة ست. وست ايه؟ مش هقلعها. مين ده؟
المرحوم جوزي. الله يرحمه. طبعا انت مرتاحه كده. وطي صوتك لو سمحت اسعد بيه. ليه؟ عندك ضيوف جوه ولا رجعتك شغلتك القديمه؟ ادخل يا مهندس جوه يا حبيبي. يابا عندك المدرسه بكره. ادخل. ورغم انها وصلتني لحد السرير وغطتني عشان انام والنوم طار من عينيا ووصلني طراطيش كلام ما كنتش فاهمه. ايوه ما كنتش فاهمه قوي في وقتها. فكرة حلوة انك تسميه مؤنس يعني عشان يؤنسك يعني. كنت مستعجلة على الجواز ليه؟ سيجارة؟ ايه بطلتي؟ ولا لازم تكون محشية؟ الصوت هنا بيسر والناس بتعاملني بكل ذوق واحترام. بيعاملوكي باحترام؟ ليه؟ ما قمتيش بواجب مع الجيران؟ يعني فرح، خطوبة، طهور، عيد ميلاد. بس صعب صعب ترقصي على المزيكا بتاعت عيد الميلاد. هابي بيرثدي تو يو. وحتى لو قالوها سريع تبقى صعب. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي. لا صعب. ارجوك يا سعد بيه ما حدش يعرف اني بشتغل رقاص. لازم قلت لهم انك بتشتغلي ممرضه زي افلام حسن الامام. طب البط الابيض بتلبسيه فوق بدله الراس ولا بتشيليه في شنطه بلاستيك؟ اسف الدنيا ليل والصوت بيسري وانتي ست محترمه. انا انت عشرة. انت حشره وغبيه. لو كنت عايز اخلص منك كنت خلصتي منك من غير ما اشوفك. بس اني كنت حريص ان انا اوصل لك. عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ عشان اقول لك انت ليه حقيره وغبيه. اللي يهرب مني ما يجيش المنصوره ولو جه المنصوره ما يقعدش في شارع قريب من شارع صيام. مش شارع صيام ده هو شارع العوالم في المنصوره. يبقى الرقاصة اللي عايزة تعمل مش رقاصة وتخم الجيران وتمشي أمورها هتسكن في شارع زي ده. صح؟ صح. كده وافقتيني إنك غبية. أقولك بقى إنك ليه حشرة؟ كانت لحظات صعبة جدا على طفل في سني وهو بيشوف أمه بتتضرب قدام عينيه بمنتهى القسوة من راجل غريب. أنا كنت فاكر إنه غريب لكن الشيء اللي لا يمكن يروح من ذاكرتي أبدا ساعة لما ها يا مهندس يا ابني كمل. أنا ما كنتش أعرف يعني إيه حلال وحرام إلا في الكذب في الغش في السرقة.